انا طبعا اول ما سمعت الاخبار دي انا فرحت جدا، بس ما كانش فيه لسه تواصل ما بيني وما بين المدير الفني، بس انا طبعا جاهز وان شاء الله مستني دعوة، وطبعا انا جاهز لاي حاجة للمنتخب. شايف نفسك ان انت مع المنتخب الاول هتقدر تاخد تحجز مكان اساسي في التشكيلة ولا شايف الوضع ازاي؟ انا حلمي طبعا ان انا اشارك مع الفريق الاول، المنتخب الاول، واوصل معاهم كاس العالم ونكسبها. ليه لا؟ احنا عندنا لعيبة تكسب كاس العالم؟ نكسب كاس العالم، ليه لا؟ احنا عندنا لعيبة مميزين جدا، وان شاء الله في 2026 نقدر نعمل حاجة. يعني انت شايف ان انت لو انضمت لمنتخب مصر الفترة المقبلة وتكون اساسي، شايف ان الجيل الحالي يقدر ان هو ياخد كاس عالم؟ خاصة ان احنا قطر، مونديال قطر احنا مش هنصعد، ما صعدناش اصلا. فشايف ان انت في 26 تقدر ان انت كمان تنافس على لقب كاس العالم؟ اه انا شايف ومتفائل يعني ان احنا عندنا جيل مميز جدا وممكن نقدر على اي حاجة. احنا منتخب مصر.